اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، واحد الفيديو صراحه البنات اللي بديتو معاكم اختي، يلاه دخلت، يلاه دابا قلت بسم الله دخلت للدار. الدار البنات كتشطح مرونه، بس عندي صراحه واحد البنات اللي صعيبه بزاف بزاف، ما كنبغيش نبدا معاكم كل فيديوهات بطاقه سلبيه او بطاقه اللي ما زويناش، ولكن فعلا دست عندي واحد يومين خايبه بزاف بزاف بزاف، دست عليا اللي خرجت مني، تخلعت بزاف على بنتي، مرضت ليا مرتي واحد المرضى اللي هي خايبه. المهم ما تديوش على كلامي وعلى لسان، راه صافي ما لسان ما فيه عظم، واللسان كيتلوى ليا هاد الايام. فمرضت ليا البنات صراحه، كانت مرضت ليا دابا شي سيمانه تقريبا، ولكن هاد اليومين هادي خصوصا البارح راه صافي خلعتني البنات، راني بايته في السبيطارات نجري ونجاري. فالحمد لله على كل حال. يلاه البنات دابا دخلت للدار، يلاه يلاه بان ليا ما ندير، وبان ليا كون ندير هكا شي حاجه، نعمر شي بريد ديال اتاي ولا هذا. اختي بحوايجي، والله يا اختي ما قدرت نبدل حوايجي، داخله بحوايجي هانتي اختي، بحوايجي وبروينتي هانتي، وهنا وزيدي هنا، المهم كل حاجه كاع المطرق كيضربوا. قولي يا دنيا، ونهار زوين اختي داخله عندنا يا اختي. هي هادي ما عندي ما نزوق لكم وما نقد لكم وما نبدا نقول لكم ها اللي كاينه، راه كنبارطاجيها معاكم الحمد لله يا ربي. اي حاجه اش نقول لكم، صافي مع بقيت مقابله دابا المرض ديال الاسراء، جريعتي اش نقول لكم، بدا داس عليا البحر الحمد لله على كل حال. ودابا البنات يلاه دابا عزلت هكا باش نصب، ما بقى عندنا ما نلبسو معاها، مسكينه كتنوض بالليل كترجع مسكينه، وهذا صافي كاع حوايجنا كلهم، حتى حوايجي انا معاك كنعنقها عندي. المهم البنات عزلت كل حاجه هكا، كل لون اللي ما كيطلقش، المهم كل حاجه. هذوك البنات السرب ديال الكوزينه، لا داك الناب اللي كنحط فوق الطبله اللي كنفرش هكدا، داك ديال الخبز، هنا البنات الجاكيطات الزيوفه اللي ما كيطلقوش، الشيلان ديالي، وهنا البنات الكحل بوحدو، وهنا هذا اللون بوحدو، والسبرديلات البنات ضروري، والتقاشر. المهم السبرديلات مع انا هاد الايام كنجري، شوفوا البنات السبرديلات راه ولات كحله، ولات البنات السبرديله عرفتي كحله كحله كحله، عرفتي تخلعت انا قبل ما شفت السبرديله تخلعت والله. صافي دابا البنات، وهنا راني وقفت الماكينه غير باش نوريكم هانتي اختي كنصبن، عرفتي دخلتني عشان الصابون حيت ما بقى عندنا ما نلبسو، صافي الحوايج بني كيتوسخو كاملين في خطره مشكله. صافي درت البنات ستيت، ودرت داك الميكات الصغيره اللي كيكون فيهم داك الجيل، صافي دابا نخدمها، غطفيتها باش نهضر معاكم في الفيديو. صافي البنات نقول لكم، عطيت الصاروره يلاه بدا راه طرافت شويه، راه ما جيتش تصورت معاكم، راه واحد الروينه راه تخلعوا تخلعوا، راه المانط ديال البارح مفرشين لمخاد، داك الشيء راه بدا الحمد لله بدا جمعت شويه، علاش بديت كنصور معاكم باش ما تخلعوش وتجيكم شي صدمه بحال كنتفرقع شي قنبله. ايوا صافي هذا ما كان صراحه. باش نقول لكم واحد القضيه اللي ديما كنقولها، يا ربي تسمح لي، كنقول يا ربي المرض انا وما تمرضش ليا بنتي، لان فعلا ملي كتمرض ليا بنتي راه كنولي انا اللي مريضه، وكنقول انا نقدر نصبر، انا نقدر نتحمل، والله الا الدعوه يقدر ربي بيبغي ما يعجبوش الحال، حيت كنقول يا ربي المرض انا وما تمرضش بنتي، حيت داكشي الاقدار ديال الله. ولكن البنات بنتي كتخلعني في المرض ديالها، حيت بنتي ماشي غير كتجي وتمرض بحالي، دابا انا ماشي ديما كنمرض، نقدر ما مرضتش لك على 3 شهور عام عامين، ولكن النهار اللي كنمرض البنات راه المرضه ديالي كتكون واعره، راه ما كنوضش من الفراش لمده ديال شهر شهرين، ما كنمرضش بالزربه. ولكن نهار عكس اللي كتلقاه كيمرض مثلا مره في الشهر مره في شهرين وكيبقى ديما، انا راه ديما كنبقى عاديه، ولكن النهار اللي كنطيح في الفراش عارفين المرضه ديالتي كتكون واعره. هذه هي سبحان الله العظيم اللي هذه مجرباها انا بالتجربه. ايوا اختي انت دابا كنطرفي ان شاء الله شويه ونشطب البنات التفاسيد ديال الخبز، راكم عارفين ضروري هاد الزرابي دابا الا ما شطبتيش، وهذا ضروري كتبقى داك التفرتيت، واخا تعيا تحاولي، واخا تعيا ما توسخيش، راه ضروري غير الغبره. انا بحال دابا ملي دخلت اليوم الصباح للدار معكم سير، كما قلت لكم راه فهمتوا كلشي اش وقع ليا، دخلت كنلقى التفرتيت كحل، منين جا داك التفرتيت كحل الله اعلم، انا قبل ما نخرج راكم شفتو بعدا كنسوس ديما، واخا كان دوك المانطو ديك الروينه، ولكن ديك الروينه ما غاديش تنتج عليها داك الشيء كحل، بحال البنات الحديد بحال ما عرفتش داك الشيء ضرني. راه باش نقول لكم دابا لقيتوني يلاه اختي شطبت الزربيه مع الصباح صراحه، خليت كلشي خليته، انا اصلا هاد الايام كنخرج ما كنرجع حتى الليل، صافي شطبتها بهاد بايباي عشان نفعاتني، كنت كنشطبها غير هكا غير بايدي، ودابا لقيت هاد العصا ما كنستعملهاش، وما بقيتش كنحني ظهري، مع ظهري كضرني، شوفوها
هادي كتنفع البنات تقولي غير سبيراتور صافي. المهم نكذبو شويه. شوفي اختي شوفي، عاد ردت ليا الزربيه كتشعل كتشعل. شوف شوفي اختي شوفي شوفي، عاد رات الزربيه كتشعل. صافي البنات وضعت هكا شويه بالصالون، درت به صراحه شنو نقول لكم، ما عرفتش كنلقى التفرتيت داك حل، ما عرفتش البنات داك التفرتيت الكحل منين كيجيني، واش كيطيح ليا من الحيط، واش الله اعلم كنلقى التفرتيت كحل. صراحه ما فهمتش انا منين كيجي التفرتيت الكحل، ما عرفتش التفرتيت كحل كحل نيت كحل. صافي باش فين ما كنبدا شي فيديو كيجيني شي اتصال، هادي سبحان الله بالتجربه والله العظيم. نهار اللي ما كنصورش فيديو وما كيجيني حتى شي اتصال، ونهار اللي كندير فيديو كيبقاو الاتصالات بزاف ما شاء الله. المهم وبغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي بزاف قالوها لي البنات في دنيا. اول حاجه قال لي قلبي المخاد ديجو هكا. المهم راه صايبتهم قلت هي الشجر يبان واقف ماشي ناعس، مع داك النهار اختكم كانت مقلوبه. وعاوتاني كيقول لي دنيا لا فاش غديري هاد المخاد ما ديريهمش بين هادي وهادي حيت راجو كيتشابهوا، ما عطاوش لواحد المنظر. مثلا دابا المخده زعما ما نديرش مخدابين هادي وهادي حيت نفس الشكل ديال هادي، راه ما يمكنش البنات حيت كلهم نفس الشكل. الا حيدت هاد المخده وانا حتى ما غتفهموني، ياك هاد المخده جات هنا بين هادي وهادي جات كتشابه، انا غنديرها هنا راه جات نفس الشكل. ها نتوما حيت دابا وليت حاطه مخده ملونه وخده وخده مونتي على خده، مخده ملونه ومخده ملوناش، مخده ملونه ومخده ملوناش، راكم فهمتوني. ايوا اختي هادشي اللي بغيت نقصد ليكم، ملونه وما ملونه. صافي تلهي صافي تلهي، راكم شفتو. هذا علاش كتشوفهم كتقول لي دنيا الا راه جات كل وحده جات كتشاف مع الاخرى، ما يمكنليش. وحتى هاد المزود اللي كتشوفوه هنا ما يمكنليش نحيدو حيت نفس الشكل، بحال درتو هنا بحال درتو هنا نفس الشيء. ايوا اختي صافي، وهذا ما كان غير باش تفهموا، حيت كاين اللي كيقول لي والله ما نكذب عليكم ماشي زعما كتقلقوا مني، كتقول لي ما كتسمعيش النصائح ديالنا دنيا ولا، بالعكس اخواتاتي النصائح ديالكم فوق من راسي من الفوق بالعكس. ربي علاش ما نسمعش النصائح ديالكم، وانا ربي رزقني بعائله اللي تحرمت منها ورزقني بخواتات اللي كيسولوا فيا واللي كيهزوا لي الهم واللي كيفكروا فيا واللي كيشوفوا شي حاجه ما زويناش وكيقول لي دنيا هذه صالحيها. بالعكس كنفرح ملي كتلاحظوا شي حاجه وكتقولوا لي دنيا لا راه ديك هادي ما عجبتناش صايبيها. ها نتوما خواتاتي المره دابا نقيت الدنيا فين غادي نبركو، والصراحه الغدا البنات واحد شنو غادي ندير، غندير غير اللي قسم الله وصافي وصافي ناري صافي. انا تاكدت من راسي مشيت فيها اللي قسم الله وصافي كل الغدا وصافي، خرا مشى الحال دابا ما بقى غدا. يا الله نكمل الصابون ان شاء الله، واللي درتها كنبارطاجيها معكم صحابي. صافي البنات اليوم هنايا جيت باش ندير واحد، المهم كنت داك النهار درت فاش تقديت وداك الشيء ديك التقضيه كنت درت الدقيق في السطل، ولكن البنات اللي فينو ما لقيتش فين نديرو، كنت كنقول غادي نمشي نشري السطل غنمشي نشري السطل، وما كتبش البنات نشري راكم شتو دابا معاه. صراحه ما بقاش عندي الخاطر نشري شي حاجه ولا نخرج ولا شي حاجه. صافي البنات وعندي هذه، هذه الصراحه زوينه هكا العجينه كتخمري فيها الخبز بزاف ديال الحوايج، ولكن قلت غادي نستغل هاد الايام ندير فيها ندير فيه بحال هكا الفينو بقى نستعملو ويبقى محمي بحال هكا، ما يدخلي لا سراق الزيت لا حشرات لا حتى شي حاجه، حتى نهار ان شاء الله ناخذ سطل ولا شي حاجه وتما صافي. بعدا المهم تبقى يبقى عندي الفينو ديالي محمي، يعني نتوما فهمتوا بغيت نوصل ليكم يبقى زوين. صافي عشان البنات هزات لي داك هزات لي 5 كيلو كامله، واحد 5 كيلو كيكون فيها ياك 5 كيلو هزت لي صراحه كامله. صافي البنات هذا ما كان، واختي اش نخلي انا اختي تمايا حليتها البنات داك النهار استعملتها، ما يمكنش تبقى هكا محلوله والحشرات، وراكم عارفين ما تعرفيش ندوز عليها شي حاجه الله يستر. وانا البنات راه فيا داكشي الوسواس ديال هادشي ديال الماكله، الا تقاس شي حاجه صافي كيبقى يقول لي عقلي ديك الحجره ولات خايبه ما بقاتش زوينه الماكله. ايوا صافي هذا ما كان، ومسح ديك البلاصه ضروري. انا البنات ملي كنكون كندير في شي حاجه نكون كنكب في اتاي نكون كنكب في شي حاجه ضروري كيطيح لي يدفق لي فوق الطبله. ايوا دابا ان شاء الله غادي نضربها بواحد الشطيبه ونجمع داكشي طاح في الارض كامل، حشومه هكا نخلي نعمه الله طيحه في الارض غادي نشطبها نجمع كلشي ان شاء الله. صافي اختي المهم ها انتم معايا. صافي البنات شوف كيما شفتوا هنايا، صافي درتها في السطل وحطيتها صافي غنحطها ان شاء الله هكا في الجنيب. شتي البنات صراحه جات فنه جات غزاله وهزات لي. المهم المهم داكشي كنت باغا، كنت باغا السطل ندير فيه الدقيق والسطل ندير فيه الفينو، تتقول لي البنات كيفاش جاتكم. وعشيه البنات كما قلت لكم ان شاء الله تنسالي ان شاء الله وغنبرك ونهضر معكم هكا شويه. شحال هذه ما بقيت صراحه دويت شحال زعما بقيت هكا بركت ودرت حداكم واحد الكويس ساعات، يعطي عمرت واحد بريدي ان شاء الله غادي نبرك ونهضر معاكم. شحال زعما توحشت نهضر معاكم واخواتاتي ونتعاود معاكم وبزاف الحوايج،
واخا راه كاين اللي كتقول لي البنات اللي كيعرفوني كيقول دابا انت كتبقاي تهضري وديك الحاجه راه ما كاينش اللي كيسمعك. بالعكس انا كنهضر بالاحساس ديالي، ومن بعد ملي كنحط الفيديو حيتاش كيسمعوني البنات وكيفهموني وكيحسوا بيا وبزاف ديال الحوايج. الله يكبر بكم اخواتاتي والله العظيم. صافي هنا البنات شي سبره ديال خصهم يتصبنوا الصنادل بعد المرات البنات. صراحه ملي كنعكز ما نكذبش عليكم، ماشي ديما كنغسل الصنادل والسبره ديال هكا بالشتا وانا باركه ولا في السطل هذا. بعد المرات البنات كنعكز كنديرهم في الماكينه كلشي كيتصبن وكيخرجوا كيشعلوا. ما غاديش نكذب عليكم زعما ولا شي حاجه، كيخرجوا كيشعلوا. فان شاء الله المهم ان شاء الله نتوما نهضر معكم. السلام عليكم البنات، غادي نقول لكم يلاه بركت باش نهضر معكم. صراحه بديت معكم الفيديو وكلشي ولكن ما بانش لكم وجهي، وجهي كنغادر. علاش؟ كنت البنات صراحه صفراء، مشيت البنات طرفت حالتي، بدلت حويجاتي، بدلت بنتي حويجاتها، من بعد شربت هاد واهره تكات ترتاح صافي. قلت المهم ساليت بعدا شويه شويه كان المهم الصابونه البنات عندي، ها الصابون عندي بزاف الصابون تجمع عليا نيت هاد السيمانه ديال بصح. فبدلت لبنتي حويجات تحتهم باش يتصبروا، بدلت حويجاتي، طرفت، صليت الله يقبل صافي. ودابا ان شاء الله نقدر نضرب هكا نعمر غير شي براد ديال اتاي، ما درت لا غدا لا والو، غادي ندير هكا براد ديال اتاي ولا ندير البيض وماطيشه. المهم نشوف اشنو غادي نخربق، المهم نشوف الا قدرت نبارطاجي معكم حيت صراحه عييت البنات والله هاد الايام الى يديا ما قد نطيب حتى شي حاجه، ما تش والو ما كنقدر ندير حتى شي حاجه. المهم يلا قدرت نجلس هكا باش نرتاح باش نهضر معكم شويه، راكم خواتاتي وكنبغي نتعاود معكم بزاف الحوايج. المهم كانت اسراء مرضات ليا تقريبا شي سيمانه باش كانت مرضات ليا. كانت في الاول الصباح كتقول لي ماما فيا السخانه، ماما فيا السخانه، ماما فيا السخانه، ولكن ما قالت لي حتى الليل. اما في الصباح كانت الدريه عاديه، كانت كتلعب عاديه، كانت وسبحان الله ديما البنات الدراري الصغار كيمرضوا لينا غير من الليل الليل. هذه بالتجربه والطبيب اللي سولته قلت لي علاش الدراري الصغار بالضبط كيمرضوا لنا بالليل، قال لي حيت بالليل كتنفد الطاقه ديالهم ديال اي انسان سواء صغير سواء كبير. بالليل كبحال كنستسلموا. دابا انا حيت بالليل كترخاي، بالنهار كتكوني موقده كتجري هنا تقادي هنا كتفكري انا عندك شي غلط خصك تخرجي تقضيه عندك شي بلاصه، اما بالليل صافي كترخاي. داك الليل اصلا كيجي داكشي تلقائي كتقول صافي دابا الليل كترتاحي كترخاي. هادشي علاش كنمرضوا، اي حاجه كتوقع لنا سير كتوقع بالليل بحال كل انسان كيمرض. فقلت لهم صافي مرضات لي ديك المرضه ديتها للسبيطار كنت جايت وداكشي صافي. قال لي طيب غتسالي الدواء ديالها الا باقات مريضه رجعيها ليا. فالصراحه البنت ديال البارح عاوتاني وشوف البارح اللي بصح خلعتني والبارح، اما البارح شويه ديتها والبارح وعاوتاني ديتها البارح للسبيطار. ما نعاودش لكم باش نقول لكم جري 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 وعاوتاني ديتها في الصباح. المهم ما جلستش كاع كتخلعني كتقول لك كيضروني يديا كانت تعكر. تخيل باش كنجي نقيسها كتغوت صافي هنا فين تخلعت فين تشوكيت بزاف بزاف بزاف. تخيل باش كنجي نقيس بنتي كيما مولفه كنقيسها، مولفه كنقيسها عادي كنجي كنشدها بحال هكذا صافي كت عادي، ولكن ملي كنشدها كتغوت كتقول لي عكرتيني هنا عكرتيني هنا لا ما تقيسيتيش من ظهري صافي. تخلعت البنات صافي قلت لها اسراء ما عرفاش كتحسي، حيت قال لي الطبيب راه واقيلا هادشي من الحلاقم حيت ملي مشيت دابا داكشي قال لي من الحلاقم واقيلا هادشي ديال ان عظامها كيضروها. تخيلوا البنات كانت كتعكري لي كنقيسها في الحم هكا كتنقز. فدازت عليا الحمد لله على كل حال. هادشي علاش غبرت عليكم هاد اليومين بزاف اللي كيصوني وما جاوبتكمش سمحوا لي. اتصلوا بيا بزاف ديال البنات اللي عندي هاد النمره والنمره اخرى كيصوني وكيصوني والو ما صراحه ما نكذبش عليكم ما قدرتش نجاوب الخاطر باش غادي نجاوب ما نقدرش راه والله العظيم. يلاه اليوم غادي تخلع البنت حتى الماكله ما كناكلش صافي تخلعت الماكله ما كنقدرش ناكل. يلاه دابا غنوض عمر شي براد ديال اتاي ولا شي حاجه. اسراء خلاص ما كتاكلش راكم عارفين الدراري ملي كيمرضوا اصلا كتمشي اصلا هي ما كتاكلش ومع المرض مشات الشهيه في خطره صافي. فصعيبه الحاله البنات كتكوني بوحدك جري هنا جري ما ساهلاش والمسؤوليه ملي كتكبر عليك اكثر واكثر واكثر كتزيدي تضغطي صافي. وبعد المرات والله ما نكذب عليكم راه الحمد لله هادشي ابتلاء من عند الله. وبعد المرات كيقدروا يجيوك دقه مورا دقه مورا دقه مورا دقه، باقي حتى ما مرتي من ديك الدقه الاولى كتجيك دقه اخرى كتبقى يداوي في ديك الدقه وكديري بيطا ديال ديك الدقه كتجيك دقه موراها اللي كبر من ديك الدقه. هي هادشي كله الا جينا المعقول راه الحمد لله. المهم المصاب ماشي زعما كنقول لكم علاش كيجوني الدقات، لا بالعكس انا راضيه باي حاجه تجيني من عند الله مرحبا بها. كنقول غير ما تجينيش من عند العبد، العبد هو اللي واعر شويه، اما الا جاتك الدقه من عند الله فالحمد لله هذيك راه كتدي عليها الاجر. الدقه هي تجيك من عند الانسان اللي كتكون ما مادياه ما والو مصرفه فيه غير الخير اولا شي حاجه هو اللي كتخافي شويه. فهاد الشيء علاش البنات غبرت اللي قايل لي دنيا ما حط الفيديوهات ديما، كاين اللي كيعرف كيقول لي دنيا راك محتاجه للقناه حط الفيديوهات ديما. البنات والله ما كرهت، انا شوفوا انا من الناس اللي ما كرهتش نحط فيديو في الصباح
وفيديو مع الجوج وفيديو مع الثلاثة وفيديو مع الربعة وفيديو مع الخمسة. علاش؟ وصريحة اللي بغات تقول كتسعى تقولها، اللي بغات تقول كتشك تقولها، لأن فعلا ظروفي عن بها غير الله. كان مرن واحد ظروف قاسية اللي محتاجة كل درهم من القناة محتاجة ليه، أو لا كل جوج دراهم من القناة محتاجة ليها. كنت علمو البنات على قد أنني محتاجة للقناة، كون راه تقولي دنيا راه خاص تطلع لك قناتك. كون عاود لكم ولو شويه من هادشي اللي كنمر بيه في هاد الظروف هادي القاسيه، غتقولي انت اللي خاصك قناتك تطلع في اليوتيوب، انت اللي خاصك توصل، انت اللي خاصك تدخلي الارباح الخياليه. ولكن ما نقدرش البنات، ما نقدرش وجهي ما نقدرش. كاين شي حوايج كيتقالوا، كاين شي حوايج ما كيقدروش يتقالوا، باش نكونوا واقعيين. والحمد لله البنات جاتني مرض ديال بنتي حتى هو، دابا راه كنجري منها وجري هنا، ثاني غنشري لها ان شاء الله الدواء في العشيه. داك الدواء الصراحه راه باقي ما دار لها حتى شي حاجه البنات، ما دار ليها والو، ضربات الباكي ولا باكي حتى ما دار حتى شي حاجه. وما عرفتش انا الا كانوا الحلاحيت الحلاقم، قال لي هما هادو، قال لي الحلاقم اللي داروا لبنتك هادشي، قال لي ملي كتعكر، قال لي غير بنتك انك كتقيسيها وكتقول لك لحمي وكتعكر صافي عرفتها مريضه. حيت البنات عاوتاني البارح مرضات لي واحد المرضه خايبه، جيت بغيت نهزها حيت انا كنديها للسبيطار، جيت بغيت نهزها بحال هكا باش نديها للسبيطار. داك النهار هزيتها ما قالتش لي كتعكرني، عادي ركبتها في ظهري بالحمال وصبرت واخا ثقيله الحمد لله ما شاء الله. ولكن هاد المره ملي جيت نهزها قالت لي ماما كتغوت بواحد الغوات اللي ماشي طبيعي، اللي كتقول ماما كتعكريني ما تهزينيش، غنمشي لراسي تخيل بنت غدا لراسها كتمشي لراسها. فالحمد لله على كل حال. وهادشي علاش خصكم دنيا غبرات، اللي كيقول دنيا فين غبرتيها فين غبرت. صراحه راه نقول لكم واحد الكلمه، نهار اللي تشوفوني غابره، انا كنقول لكم البنات نتوما بحال خواتاتي، نهار اللي تشوفوا دنيا اختكم غابره عرفوا وقع عليا شي حاجه، راه ما يمكنش نغبر من القناه غير هكذاك. راه ملي كتشوفوني غابره نقدر كاع الا فات السيمانه ما بنتش، غير سولوا على خيتكم، راه ما كاينش اللي يسول عليا البنات. والله عندي الله سبحانه وتعالى وعندي نتوما، عندي زعما اللي غادي يقول ديك دنيا ما عاد فينا هي ولا ديك دنيا غبرات. والله ما عنديش البنات، ما نكذبش عليكم، ما عنديش عائله اللي غتسول فيا، ما عنديش اللي غنحط عليها الراس من غير الله سبحانه وتعالى وبنتي. فإلا شفتوني شي نهار غبرت تسولوا فيا، وراه ما جيت درت اليوتيوب حتى بغيت عائله اللي افتقدتها وما عمري حسيت بها، وبغيت عائله تكون عندي. واخا راه حتى ملي كتكون عندك عائلتك ما يمكنلكش، هي طبيعه الحال الحب ما كيتطلبش، اولا الاهتمام ما كنطلبوش، حيت الا طلبتي الاهتمام من واحد الانسان اهتم بك فعرفي داك الاهتمام غير بحال النفاق، حيت الاهتمام كيكون تلقائي. مثلا دابا انا واحد الانسان قدامي ما قالتش لي اهتمي بيا، ولكن انا كنهتم بها وكنسول فيها، هذاك هو الاهتمام الحقيقي. اما الا قلت لك انا راه ما كتسوليش فيا وما عمرك درتي لي وما عمرك فعلتي لي، غدا غتبدا تسولي فيا وغدا غتولي دنيا كي دايره لاباس عليك كلشي بخير، فهذا غيتسمى واحد الاهتمام اللي انا طلبته منك، ماشي انت عرفتي اعطيتيه ليا من قلبك. نتمنى ربي تكونوا فهمتوني. فاختكم دنيا ما عنديش، وتحرمت من الطفوله ديالي البنات بزاف بزاف بزاف، اللي ما عمري عشت الطفوله ديالي بحال البنات، ولا عشت فواحد الجو اللي هو اسري، فكنحتاج اللي يسول فيا مره مره وكنبغي نهضر. فالحمد لله على كل حال، وخصوصا في هاد الظروف اللي دزت منها واللي باقا كندوز منها، كنبغي يكون اللي يسول فيا واللي يحس بيا، حيت ماشي كلشي يقدر يحس بيا. فهذا ما كان المهم البنات، ان شاء الله هانتوما معايا، واخا عطيتكم هضره بزاف بزاف، ولكن غيقبلوا عليا حيت ما قدرت ندير شي حاجه اخرى، ما طيبت شي حاجه اللي زوينه نبارطاجيها معكم مع اختكم هاد الايام غير جري جري جري. فغادي نشوف ان شاء الله شنو الموضوع نكمل ندير دابا في الدار، باقي لي ان شاء الله شي حوايج نديرهم، وان شاء الله هانتوما معايا. شكرا لكم البنات بزاف بعدا حيت سولتوا فيا والله العظيم، وبغيت نطلبكم واحد الطيبه، الله يجازيكم بالخير البنات، الله يجازيكم بالخير، الله يجازيكم بالخير. اي وحده كتفرج فيا، اي وحده كتبغيني، الله يجازيك بالخير، بارطاجي القناه ديالي، الله يرحم لك الوالدين، بارطاجيو القناه ديالي يوميه الدنيا، محتاجه الدعم البنات. ما بغيتش نطلب القنوات، ما بغيتش صافي بغيت نطلع بالفضل ديال الله وبالفضل ديالكم، وكنقول انا كنتسنى الدعم ديال الله سبحانه وتعالى، واكيد الدعم ديالكم الا شفتوا قناتي كتستحق، وشتوني غنستمر، وشتوني غادي وشتوني ما كنشوهش بيكم، اولا مثلا ما كتستعروش من ديك القناه انها كدير شي حاجه خايبه. نتمنى يا ربي انكم تدعموا دنيا، لانني ما بغيتش نهضر، ما بغيتش نقول لكم شنو كاين، بغيت نبقى غاده في المحتوى ديالي زوين، ولكن الدعم. اما الا جيت نقول لكم ظروفي راه من غدا غطلع لي القناه، لانكم اكيد غتعاطفوا معايا، وهذا فبغيت انا تدعموني كيف ما انا. الله يجازيكم بالخير، وهانتوما معايا صحباتي. المهم البنات جيت ان شاء الله باش اخي نطيب، ما عرفتش ما نقول لكم طيب غدايا ولا نطيب كاسكروت. المهم البنات صراحه ما درناش ما تغديتش،
يلا غادي نتغداو دابا. بنتي ما كلات والو، البنات راكم عارفين المرض ما كيخليك تاكلي حتى شي حاجه. والنهار كان وانا ضايعه ديت معايا خبيز وديت معايا تفاح في ميكا وشويه الليمون. المهم ملي كنشوف اسراء بغات هكا تاكل كنعطيها. راكم عارفين البنات خصك تشدي النوبه هنا وتشدي النوبه هنا، ماشي بالساهل. وبعض المرات ما كيكونش الطبيب، بعض المرات كتبقاي باركه في داك الكونطوار تما، يا باركه باركه تسناي مده. والبرد البرد ما نعاودش لكم، واحد البرد واحد البرد عتي داس عليا بالبرد. انا بديت معايا واحد المنطه صغيره غير على قبل بنتي، اما انا ماشي مشكل. كنقول انا ماشي مشكل، الكبير يصبر الصغير اللي ما يقدرش يصبر. ايوا هذا ما كان. المهم البنات غادي عمرت كبر ريد الاتاي، كنت عندي واحد البيتزا والله الا نسيتها. كنت غادي كنت زعما غنحط غير خبيز زيت العود الفرماج وكوفيتير الله يجعل شي بركه. صافي حيت دابا البنات تقريبا راه 8 قريبه، صافي منو كوتي ومنو عشا الله يجعل شي بركه يا سيدي ربي. ان شاء الله تغدا وندير لهم شي حاجه. وانا نحل الثلاجه، سبحان الله الثلاجه ما حليتهاش اليوم. وانا نحل الثلاجه ونقول والله الا البيتزا كانت شيطه كانت عندي البنت صراحه. كنت هادي ماشي صايبتها، كنت شريتها كنت خديتها لبنتي وبقات طريقه غير صغيره، وكنا خدينا غير طرف طرف وبقى هذا الشيء. ايوا صافي اختي، وانا نقول والله الا تنفعنا حتى حاجه ما تضيع. ايوا اختي صافي، وحتى دابا هكا الكوتي ديالي هو هذا اللي قسم الله البنات، حتى هكا بريد ديال اتاي الكوفيتير زيت العود والبيتزا كلها حطيت له هكا شويه في التبصيل. بنتي ما بغاتهاش قالت لنا ماما. المهم ما اصلا ما بغات تاكل حتى شي حاجه. خبيز ديال السوق جبتو معايا ما عجنش البنات هاد الايام هادي، راه ما كاينش العجينه غير الدور. جري 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 ما كاينش وقت العجينه. ايوا اختي صافي، وبريد ديال اتاي اختي من النعناع كان حماق على النعناع ما عرفت علاش، واخا هذا ماشي وقته. عندي الشيبه، عندي الحمد لله كلشي اللي قسم الله، كنحمد الله وكنشكرو يا ربي. ولكن البنات صراحه ما كاينش ما حسن انا بالنسبه لي، واخا راه هو كيخرج على المعده ولكن البنات بالنسبه لي عزيز عليا ما عرفتش علاش. وصافي البنات زيت العود صافي. المهم البنات درت الكوتي، وفي نفس الوقت ملي كنا المهم كنشربوا اتاي، المهم كنا اللي قسم الله اختي رجعنا اختي، درنا عمرنا الطوموبيل اختي عاوتاني باش نقدروا نوضوا ونقدروا نشقى ونقدروا. راهي الا ما كليتي صافي كتحسي براسك الطونسيو طايح لك. ايوا ضروري خصني ناكل. المهم الانسان خصو ياكل باش يقدر يوقف. كنصحكم وانا براسي راه ما كناكلش. المهم الا كليتو نتوما بحال اللي كليت انا، المتتبعات ديالي كنبغي ديما يكون احسن مني. المهم صافي البنات صبنت ساليت صبين خليت هاد الصبابط والسبرديلات وداك الشيء كان هو الاخر. صبنت البنات الحوايج، نشرت تبارك الله كل شيء. بعد واحد ثلاثة ديال الحبوله عندي عمرتهم كاملين، والسبر ديال البنات صبنتها بالماكينه ولكن والو. حتى علاش؟ حيت راه ضربت بها المسافات البنات. والله ما كنشدش طاكسي، كنشد طاكسي وفي الرجعه مثلا ما كنشدوش، كنهز بنتي في ظهري. كنحاول نقتصد شويه، راكم عارفين الاقتصاد راه شي حاجه زوينه. اولا نمشي مثلا نمشي في الطاكسي ونرجع على رجلي، اولا نرجع على رجلي ونمشي في الطاكسي. ايوا اختي خصني ان شاء الله تعالى الغدا ونعاود نحكى بالشتاء. ما بردتش ليا قلبي الماكينه صراحه، الماكينه في هادشي ديال الصبر ديالها ما كتبردش ليا قلبي، ما نكذبش عليكم. الحوايج كيخرجوا زوينين، اي حاجه كنصبنها طابيات ديال الكوزينه كيخرجوا كيشعلوا، ولكن الصبر ديالها توالو حيت كيكونوا واكلين الدق بالمشيان وداك الشيء. ايوا صافي البنات جبت هكا واحد البنطوفه ديال بنتي وليت لبسها في الدار صبنتها، هذيك اللي شفتها في البيض هذيك اختي تولي تلخشي اختي في رجيلاتها مع تحرك البرد. وتانا جبت ديك البنطوفه البنات ديالي راه هي هانتوما هادي، واخا ما خرجاتش كيما بغيت. سير غدا ونعاود لهم الصابون. خشيت البنات واحد البنطوفه شي سيمانه دابا، لبستها من عنده وهي تقطع ليا في الطريق ما مكتبهاش ليا الله. ايوا البنات نقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نوريه في راسكم البنات بزاف بزاف.